حبيبة قلبي بوبي وحشتيني. بقول لك ايه؟ طلعتي عين مامي النهارده ولا لسه؟ طلعتيها؟ برافو عليكي. نجيب بوسه يا علاء. خدي بتاعتك. مساء الخير يا قمر. قفل تليفونك ليه؟ والله قطع شحن مني يا توتي، انا اسف. الايام اللي جايه دي ان شاء الله هشتري بورتبول يبقى معايا على طول. كنت فين يا عمر؟ هو ايه اللي كنت فين؟ كنت في شغل. شغل؟ بجد؟ الشغل بخلص الساعه 4. واضح يا زياد يا حبيبي ان مامي نسيت ان في واحده صاحبتنا خيشت بالعربيه وما بقاش معايا عربيه. لا خالص، مامي ما نسيتش، بس بابي بقى نسي ان المشوار بالمترو اسرع بكتير من المشوار بالعربيه. كنت فين يا روحي؟ بصي يا روحي، انا مش عاجباني طريقه السؤال بس هعديها عشان خاطرك. اقول لك انا، انت كنت مع نرمين طلبتك ونزلت قابلتها بره المكتب، صح؟ ايه ده؟ انت بتتجسسي عليا يا تقى؟ لا يا عمر، انا مش بتجسس عليك. انا قلقت عليك فكلمت وليد فقال لي. بس انت بقى بتكذب عليا ليه لما بسالك كنت فين؟ انا ما كدبتش على فكره يا حبيبتي، انا قلت لك كنت في شغل. ما رحتش انا عزمت نرمين دي على 2 عصير على الكورنيش، انا رحت لها عشان شغل. شغل ايه بقى ان شاء الله؟ مش شقتها خلصت؟ عايزاك في ايه؟ بكره الباب اتلوت فعايزك تيجي تعدلها لها؟ ها؟ على فكره ما كناش في شقتها يا ترى. انا خدتها ورحنا على فيلا فاضيه. وكنا سوا والدنيا ليلت فولعنا شموع وشغلنا مزيكا سوفت. انت كنت فين؟ خلاص 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 هقولك. واحدة صاحبتها يا ستي عندها فيلا فاضية عاوزة تشطبها زي شقتها بالظبط، بس شغل بره الشركة، يعني بدل ما تدفع عمولة للشركة 20% هتدي لجوزك 10% كاملين. يا سلام، وهي عايزاك أنت ليه بالذات يعني؟ لا اسمحي لي بقى كده أزعل. عاوزاني عشان أنا أحسن وأشيك وألذ وأمز مهندس ديكور في مصر. أنت عايز تفرسني يا عمر؟ يا ستي عشان خاطري وحياتي يا حبيبتي، سكتي الصراصير اللي بتصفر في نافوخك دي وركزي معايا في المشكله اللي انا هقولها لك دي. ده شغل بره الشركه، يعني لو الشركه شمت خبر ان انا بعمل شغل من وراها هترفض. بجد؟ اه خلاص، تكلم نرمين تقول لها سوري، يا اما انا اللي هكلم الشركه وهقول لهم ان انت عندك شغل بره الشركه. يا نهار اسود، ايه ده؟ بتبيعيني كده؟ بتسلميني تسليم اهالي؟ ايوه يا بنتي عقلي، انت عارفه يعني ايه 10%؟ 10% دي يعني هنرتاح من هم اقساط مدارس العيال 3 سنين قدام، وهنصلح العربيه واحتمال ما نبيعهاش اصلا. انت مش سامعني؟ انا هوا شفافه يا بنتي، فهمي بقى، نرمين دي والله ما هشوفها تاني خالص، دي كانت مجرد وسيط ما بيني وما بين اصحاب الفيلا. افهمي بقى وعقلي يا شيخه. أنا مش مجنونة يا عمر. يا ريت كل المجانين زيك يا حياتي. ممكن يلا تخلص الأبل؟ تعالي يا داليا، اتفضلي. ازيك يا طقم؟ ازيك يا داليا؟ أنا آسفة بس إن أنا جيت من غير ميعاد، بس أنا لحد ما كنت تحت بدخلة طيب وهو جوزك ما ياخدكيش معاه الغردقة ليه؟ عشان هو مش قاعد في الأوضة لوحده في الأوتيل، معاه 3 يعني في الأوضة، هروح أقعد فين؟ أيوة بس حماتك دي جحيم. مش حماتي بس يا تقى، وإخواته كمان، إخواته زي العقارب، البيت كله جحيم. بلاش البصة دي والنبي عمر. صعب يا دل، حتى لو حاولت برضه صعب. يا عمر لما أنت أقرب واحد ليا في إخواتي وبتعمل معايا كده، امال الباقيين لما يعرفوا هيعملوا معايا ايه؟ هيشمتوا فيكي طبعا. ما قلنا لك يا بنتي، قلنا لك بلاش. ركبتي دماغك ورحتي اتجوزتيه من ورانا من غير ما نعرف، وقلت لنا هتشوفوا. ها يا ترى مين اللي شاف دلوقتي؟ احنا؟ ايه يا عمر؟
داليا محتاج اللي يقف معاها دلوقتي مش اللي يقعد يبكت فيها كده. الله، على فكره يا عمر، انا لو الزمن رجع بيا برضه كنت هتجوز هاني. يا بنتي هو انت عدوه نفسك؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. طب طالما انتوا اتنين عصافير بترفرفوا في الجنه كده، امال انت جايه تشتكي دلوقتي ليه؟ انا مش جايه اشتكي يا عمر، اعتبريني جايه اشرب معاك القهوه ونازله. لا نازله ايه؟ الله، ايه يا عمر؟ الله، ما يصحش كده يا حبيبتي. انا مش عاوزك تزعلي مني، انا بقولك الكلام ده لان قلبي محروق عليكي. ليه تبقي كده؟ ليه تبقي واحده ماشيه في الشارع ماسكه شنطه هدومها مش عارفه تروح فين؟ ليه؟ الله، وهو فين جوزك من كل ده؟ قلتيله ان انت سبت لهم البيت؟ هقولك على حاجه، اطلبيهولي وانا اللي هقوله. يلا. لا انا مش هينفع اكلمه دلوقتي، انا هبقى اكلمه الصبح وهبقى احكي له على كل حاجه. براحتك يا دليل، براحتك. سوري معلش. مجنونه يا بنت انتي، كم مره قلت لك بلاش الطريقه دي قدام الناس؟ عايزني اعمل ايه يا يوسف؟ بحاول اوصل لك من ساعه ما رجعت ومش عارفه، ووحشتني. عايزني اسلم عليك ازاي يعني؟ ازيك يا فندم؟ لا يا اختي مش ازيك يا فندم. كنت عايزين اعمل انا ايه بقى؟ افتح تليفوني واقعد بقى اسمع كل مكالمات الناس. معلش يا يوسف، ان شاء الله اللي جاي احسن، وان شاء الله انشف كده وخليك راجل. ايه؟ طب انت اسمع كلام تاني برضه. بحبك، وحشتني، تظيف اللي زعلك. مش رخم بقى سلمى، احنا نفضل كده؟ كده اللي هو ايه؟ كده اللي هو كده اللي احنا فيه ده، ان احنا مع بعض، وانت عارفه ان العلاقه ده صعبه جدا. على فكره انا عملت اللي انت عايزاه، قعدت تزن عليا روح البرنامج روح البرنامج، واديني رحت. على اساس يعني لو كنت كسبت كنت هبقى نجم النجوم. كل ده بس عشان ابقى قد المقام وانا قاعد مع بابا الاستاذ حلمي عنان، صح؟ وللاسف للاسف خسرت. ما كانش في دي اي حاجه تانية. قولي لي بقى هنعمل ايه؟ هنفضل كده زي ما احنا؟ كان يقول لك حواجبك وانت في لبنان. انت هبله يا بنت انت، شوفي بقول لك ايه بتقولي ايه. اصل كنت بقول كلام فارغ بصراحه، وانت عارف انه فارغ. طبيعي تبقى محبط يعني، ما انت لو محبطتش بصراحه تبقى كبله. استنى سلمى، ها؟ يعني احبطك ده على نفسك مش عليا. قولي لي بقى، ابوك هيوافق على العلاقه دي ولا ايه؟ عارف تكوني فاكره الصورتين اللي حطيتهم عندك في المجله دولت هم اللي هيكسروا الدنيا ويخلوني نجم النجوم. على فكره بقى الصوره دي مجننه البنات، ففي اكتر من 1000 كومنت جاي من بنات بس. جد والله؟ يا ابني انت عديت. والله انا متشكر جدا يعني على كميه الكومنتس دي. مش بقول لك هبله؟ تريق، انا مش هبله على فكره. قولي لي هنعمل ايه؟ هنكمل ازاي؟ ما اعرفش يا يوسف، ما تسالنيش اسئله انا ما عنديش اجابات ليها بصراحه. معرفش غير ان احنا مع بعض لازم نفضل مع بعض.